أشاد أهالي مدينة كريتا بدور المحافظ صلاح الدين في قيادة حركة الأعمار وتثبيت ركائز الاستقرار المجتمعي، مثمنين دور القوات الأمنية في تعاملها مع المواطنين وتحقيق الأمن بالمحافظة. الفضل الأول والأخير يرجع للقوات الأمنية، هي اللي حققت هذا الأمن وحققت حقيقة مو بس الأمن، يعني الاطمئنانية والراحة التامة النفسية للناس والعوائل اللي كانت حقيقة مهاجرة واللي كانت باربيل وأي مكان رجعت كلها لتكريت، وصار الجو يعني طيب ومريح والجو تحسه أفضل من 2014. لذلك المحافظ اليوم ساد عمار جبر دا يشتغل بجدية تامة ودا يشتغل بمهنية لأنه رجل مهندس، إضافة الحداثة المستمرة صلاح الدين عامة والأمن موجود ومستبب كل صلاح الدين. يعني اليوم اللي كانت المناطق اللي هي ما محرره واليوم متحرره تحس بها امان اكثر ما قبل 2014. فمحافظه صلاح الدين الامان اللي موجود بها افضل من قبل داعش كثير. نبارك لهذه الجهود الطيبه وهذا الصراحه الحداثه اللي موجوده حاليا بتكريت والعمارة والناس والهدوء والهاي الاخلاق الطيبه والكرام. بصراحه التعاون يبدي من السيطرات من دخول، من هذا الكلام الطيب الملقى الطيب ان شاء الله موجود تعاون جيد جدا. بالنسبة لحركة الأعمار حركة جيدة جدا، أكو عمار ولو مو بالمستوى ولكن الأفضل قادم إن شاء الله. المحافظة جيدة جدا، وبالنسبة للأمان أنا حقيقة من بغداد، من محافظة بغداد، وعندي عمل في محافظة صلاح الدين وأشوف أنه الأمان متواجد 100%. الله يوفق الجميع، يوفق الأجهزة الأمنية، يحفظ هاي المحافظة وناسها الطيبة حقيقة.